منطقية. يعني متوقع خلال كام سنة نبتدي نجني ثمار ما تم؟ شوف يعني أنا أقول لك، أنا أرى وده هياخدنا لحتة تانية مهمة، أرى أن في خلال 10-15 سنة هذه المنطقة هتكون منطقة استثمار على المستوى العالمي من الطراز الأول، هتكون محور استثمارات. انت بتشوف الاستثمارات هتبدأ تيجي يعني بالفعل، لان في رود شوز او بعثات طرق ابواب بيقودها الفريق مهمة ميش من فترة، بيشرح فيها الماستر بلان بتاعت هذه المنطقة هتبقى شكلها ازاي، لدرجة ان الفيلم حتى التسجيلي ترجمه الى عدة لغات عشان تصل بشكل مباشر الى يعني الشعوب المختلفة بلسان حالها. اللي عايز اقوله ان انت هذه المنطقة بدء الاستثمارات او بدء الرغبة في الاستثمار هناك دي هتمثل اقتصاد مصر الجديد. احنا هيبقى عندنا اقتصاد مصر الحالي اللي احنا بيه، وهناك اقتصاد مصر الجديد بيولد مع نشأة هذه المنطقة ومع فتح المجال. وعايز اكرر تاني وننتبه للحتة دي، فتح المجال انك انت بتحرر منطقة كانت من ممنوع الاقتراب والتصوير الى الاستثمار والى الانفتاح على الجميع. انا خايف بس البعض ياخد جملة حضرتك ان 10-15 سنة يبقى اللي احنا عملناه ده هتبتدي تبان اي اثار لي بعد 10-15 سنة. لا مش اي اثار. انا عايز اقول ان انت بتوصل بقى الى البيك، لان خليني اقول لك ناخد مثال مع بعض. يعني مثلا لو انت هتنشئ منطقة لوجستية هناك على شط قناة، انت هتفتتح مثلا في الشهر القادم في بضعة ايام، واخد بالك، عبال ما يبدا المشروعات اللي هتيجي دي انها بتيجي وبتدخل في خطابات نوايا، وبعدين يبدا يتحول الى عقد، العقد ده يبدا يجيب استثمارات، الراجل يبدا يضخ استثمارات وبنية تحتية و لازم نكون منطقيين. نعم. في مرحلة في الأول اللي هي مرحلة الإعداد نفسها للبنية التحتية لكل هذه المنطقة، مش مجرد حفر القناة، انت بتتكلم لهذه المناطق دي، هتاخد مدى زمني. وبعد كده معدلات الإنشاءات والتشييدات بتاعت المصانع هتمشي بوتيرة أسرع بكتير. نعم. فإحنا اما بقول 10-15 سنة بتكلم على البيك. وبعدين أنا دايما ببص بقى كوزير مالية، يعني الإيرادات اللي هتبدأ تقول للدولة عبال ما يبدأ ينشئ ويحط حاجته واستثماراته ويبدأ يحقق أرباح هتاخد بعض من السنوات. فأنت الكيرف هيبقى ماشي في الأول يمكن هادي شوية، لأن الشغل اللي مطلوب شغل ضخم جدا واستثمارات مهولة وتعاقدات ضخمة ده جدا. ده عدا العبور اللي ممكن يبقى مبكر عن كده. لا، العبور من أول يوم. العبور من أول يوم، وبعدين هي الفكرة قد تستقطب عبور اكثر لانك انت اصبحت بتوفر بقى في اتجاهين، مفيش هذا التكدس. بقى في اتجاهين، وبعدين هتدي خدمات. وانس انك تدي خدمات، تصور احنا بقى لنا 150 سنه قناه السويس ما بتؤديش خدمات غير خدمات العبور للسفن العابره. فانت عشان كده بقول لك احنا استغلالنا لموردنا بيحدث فيه دلوقتي في فكر اداره الاقتصاد القومي نفسه نقله عظيمه جدا في المنهجيه نفسها وفي الفكر نفسه لاداره هذا الاقتصاد.